الرئيس السيسي يعزي البابا تواضروس في ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين ويؤكد تقديم الدعم اللازم لاحتواء أثار هذا الحادث الأليم. الرئيس السيسي يشهد أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية ويشدد على بذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن. رئيس بلدية زابوريجيا الأوكرانية يقول إن خطر المحطة النووية يزداد كل يوم. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيه لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين بالجيزة. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي مع قداسة البابا تواضروس الثاني على قيام كافة مؤسسات الدولة بتقديم الدعم اللازم لاحتواء آثار هذا الحادث الأليم. كما تقدم الرئيس السيسي بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء في حادث كنيسة أبو سيفين بمحافظة الجيزة، وأكد الرئيس السيسي أنه وجه كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين. فقدمت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية بخالص العزاء في ضحايا حادث حريق كنيسة أبو سيفين. ودعت السيدة انتصار السيسي في تغريدة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمجرد العلم بحادث حريق كنيسة أبو سيفين بالجيزة وجه الحكومة باتخاذ الإجراءات الفورية لدعم أسر الضحايا وتقديم أقصى رعاية طبية للمصابين. وأضاف مدبولي في تصريحات عقب زيارته مصابي الحادث بالمستشفيات التي يتلقون العلاج بها أن الحكومة قررت فورا صرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا والمصابين. ويمكن فخامة الرئيس طبعا مكلفني ان انا اودي خالص العزاء لاهالي الضحايا والمصابين، احنا بنقولهم احنا معاكم في هذه المرحله. يمكن مع وزير التضامن قررنا فورا صرف مبلغ 100,000 جنيه للضحايا لكل ضحيه طبعا في صوره فوريه لاسر الضحايا، بالاضافه طبعا لمبلغ برضه يعني حسب درجه الاصابه سيصل الى 20,000 جنيه للمصابين. ده بالاضافه لتقديم اوجه رعايه كبيره جدا هنقدم للضحايا واسر الضحايا والمصابين في المرحله القادمه من خلال العديد من الدعم العيني اللي في هذا الموضوع. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل من خلال أجهزتها على توفير كافة سبل الرعاية والدعم للمصابين وأسر ضحايا هذا الحادث المؤلم تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. خالص العزاء للشعب المصري كله بصفة عامة ولأسر الضحايا بصفة خاصة على هذا الحادث الأليم اللي حصل النهاردة صباحا في كنيسة أبو سيفين في منطقة أرض مطار إمبابة في محافظة الجيزة. والحقيقة يمكن الحادث الأليم ده نتج عن حريق حصل في مبنى الكنيسة نفسه، ومن أول لحظة الحقيقة الدولة كلها بكل أجهزتها اتحركت بصورة فورية. الحقيقة وزارة الداخلية من خلال إدارة الحماية المدنية اتحركت، وطبعا الشرطة كلها وكله تأمين الموقع وكل رجال الحماية المدنية الحقيقة بذلوا جهد كبير جدا وملحمة كبيرة في مكافحة الحريق وإيقافه قبل ما يتفاقم، لأن طبعا هو في منطقة شعبية والمنطقة كلها مكتظة بالسكان، ويمكن عدد من يعني أفراد الحماية المدنية نفسهم أصيبوا في الحادث وموجودين في المستشفى وشفتهم.
كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد تفقد موقع حدث كنيسة أبو سيفين، وأكد على أن الحكومة تعمل من خلال أجهزتها على توفير كافة سبل الرعاية والدعم للمصابين وأسر ضحايا هذا الحدث الأليم. وأعرب رئيس الوزراء عن خالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا الحادث الأليم. هذا وأعلنت وزارة الصحة أن إجمالي عدد الوفيات في حادث حريق كنيسة أبو سيفين بالجيزة بلغ 41 وفاة، وأشارت الوزارة إلى رفع حالة الاستعداد بمستشفيات محافظتي الجيزة والقاهرة، مشيرة إلى توفر جميع فصائل الدم وأدوية الطوارئ في جميع المستشفيات التي استقبلت المصابين. أكد وكيل وزارة الأوقاف سيد مسعد أن جميع المصريين أصيبوا في قلوبهم بما أصاب أسر ضحايا حادث حريق كنيسة أبو سيفين بالجيزة، وأكد وكيل الأوقاف أن جميع الأهالي تكاتفوا وتواجدوا في المنطقة لتقديم واجب العزاء في الضحايا، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين. طبعا عندما علمنا بالحدث يعني أصابنا في قلوبنا ما أصاب إخواننا، فيعني على الفور جينا إلى مكان الحادث يعني لنقدم واجب العزاء لإخواننا من توفى منهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء العاجل للمصابين. هذا وقام النائب العام المستشار حمد الصاوي بمعاينة موقع حدث كنيسة أبو سيفين بالجيزة، وكان النائب العام قد أمر بتشكيل فريق تحقيق كبير للتحقيق في هذه الواقعة، وبدأ إجراءات التحقيق في الحادث. ذكر بيان لوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا في حوالي الساعة 9 صباح اليوم بحدوث حريق داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة، وأكد بيان الوزارة أن قوات الحماية المدنية انتقلت على الفور لموقع الحادث، وتمت السيطرة على الحريق وإخلاء المصابين والمتوفين ونقلهم للمستشفيات. وأضاف البيان أن الحريق أسفر عن إصابة ضابطين وثلاثة أفراد من قوات الحماية المدنية، كما أسفر فحص أجهزة الأدلة الجنائية أن الحريق نشب بتكييف بالدور الثاني بمبنى الكنيسة نتيجة خلل كهربائي، وأدى ذلك لانبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسي في حالات الإصابة والوفيات. أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن صرف دعم نقدي قيمة 15,000 جنيه لكل أسرة من أسر ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بالجيزة، وذلك بهدف مؤازرتهم في هذا المصاب الأليم. كما قامت فرق البحث الميداني لمكتب محافظة الجيزة بعمل حصر لأسماء الضحايا والمصابين وبإدراجهم في خطة الدعم النقدي الشهري المستمر.
وعلى صعيد آخر يقوم متطوعون بتوزيع كراتين المواد الغذائية والوجبات الساخنة وزجاجات المياه على المواطنين وعلى فرق الأمن والحماية المدنية في محيط الحادث وفي المستشفيات المستقبلة للحالات. تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب باسمه وباسم مجلس النواب بخالص التعازي والمواساة لقداسة البابا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في ضحايا كنيسة أبو سيفين بالجيزة. وأعرب رئيس مجلس النواب عن خالص العزاء للشعب المصري وأسر المتوفين داعيا الله بالشفاء العاجل للمصابين. كما تقدم رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بالأصالة عن نفسه وعن أعضاء مجلس الشيوخ بأحر التعازي وصادق المواساة للبابا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ولأسر ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين في محافظة الجيزة. وأكد رئيس مجلس الشيوخ أنه تابع بكل الأسى تطورات حادث الحريق داعيا المولى عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ مصر وطنا وشعبا. نعت القيادة العامة للقوات المسلحة ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين بمحافظة الجيزة، وتقدمت القوات المسلحة لأسر الضحايا ولكل أقباط مصر بخالص العزاء داعية الله عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. كما أعربت القيادة العامة للقوات المسلحة عن تمنيتها بالشفاء العاجل للمصابين. كما تقدمت العديد من دول العالم والمنظمات الدولية بخالص التعازي لمصر في ضحايا حادث حريق كنيسة أبو سيفين في محافظة الجيزة، مؤكدين على تضامنهم مع مصر ودعواتهم بالشفاء العاجل للمصابين. We'll be right back.
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية بالقصر الجمهوري بمدينة العالمين الجديدة. هذا وقد اجتمع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء والوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية. وخلال الاجتماع شدد الرئيس السيسي على الوزراء الجدد بالتحلي بالتجرد والموضوعية والتفاني وبذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن في المقام الأول. شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 361 لسنة 2022 قرر يعين كل من السيد الدكتور خالد عبد الغفار وزيرا للصحة والسكان. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد اللواء هشام عبد الغني أمنة وزيرا للتنمية المحلية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. بالتوفيق إن شاء الله. السيد الفريق محمد عباس حلمي وزيرا للطيران المدني. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. بالتوفيق إن شاء الله. السيد الدكتور محمد أيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. بالتوفيق. السيد الدكتور رضا السيد حجازي وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدتي وسلامة أراضي. السيد اللواء محمد صلاح الدين وزير دولة للإنتاج الحربي. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيدة سهى سمير ناشد وزير دولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيدة الدكتورة نيفين يوسف الكيلاني وزيرا للثقافة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد الدكتور هاني عاطف سويلم وزيرا للموارد المائية والري. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أنعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. بالتوفيق. السيد المهندس محمود مصطفى كمال وزيرا لقطاع الأعمال العام. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. بالتوفيق. السيد المهندس أحمد سمير صالح وزيرا للتجارة والصناعة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد حسن محمد شحاتة وزيرا للقوى العاملة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد أحمد عيسى طه وزيرا للسياحة والآثار. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. صراح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية
وقد شدد السيد الرئيس على الوزراء الجدد التحلي بالتجرد والموضوعية والتفاني وبذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن في المقام الأول. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بتعيين اللواء تيار أركان حرب محمود فؤاد محمد عبد الجواد عبد القادر قائداً للقوات الجوية. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من مقاتلي القوات البحرية، وذلك في إطار اللقاءات التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع المقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة على المستويات كافة. وأشاد وزير الدفاع بالدور الذي يقوم به رجال القوات البحرية وبتنفيذهم لكافة المهام التي توكل إليهم على أكمل وجه، مؤكدا أن القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة والاستعداد لتأمين حدود الدولة والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر وباستقرارها. من جانبه أكد قائد القوات البحرية اللواء بحري أركان حرب أشرف عطوة حرص رجال القوات البحرية على بذل الغالي والنفيس لحماية سواحل مصر ومياهها الإقليمية، مشيرا إلى أن القوات البحرية بما تمتلكه من منظومة تسليح متطورة قادرة على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها بكفاءة واقتدار. صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على تخفيض نسب القبول للأكاديمية والكليات العسكرية للطلبة الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة، وذلك في إطار ما تتبناه الدولة المصرية من تطوير في كافة المجالات والتي من بينها تطوير منظومة التعليم ما قبل الجامعي. صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على تخفيض نسب القبول للأكاديمية والكليات العسكرية للطلبة الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة، وذلك في إطار دراسة وتحليل نتائج الثانوية العامة لهذا العام والتي نتج عنها مؤشرات انخفاض الحد الأدنى للقبول بالجامعات المصرية لتكون النسب المئوية للقبول بالأكاديمية العسكرية المصرية كالآتي: الكلية الحربية نسبة القبول 65% فأكثر للقسم العلمي و70% فأكثر للقسم الأدبي. الكلية البحرية نسبة القبول 65% فأكثر للقسم العلمي، والكلية الجوية نسبة القبول 60% فأكثر للقسم العلمي و55% فأكثر للقسم الأدبي. كلية الدفاع الجوي نسبة القبول 65% فأكثر للقسم العلمي شعبة الرياضيات فقط. وللكليات العسكرية كالآتي: الكلية الفنية العسكرية نسبة القبول 70% فأكثر للقسم العلمي شعبة الرياضيات فقط. كلية الطب بالقوات المسلحة نسبة القبول 87% فأكثر للقسم العلمي شعبة العلوم فقط. الكلية العسكرية التكنولوجية نسبة القبول 60% فأكثر للقسم العلمي بشعبتي. ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع www.mod.gov.eg. واصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي.
وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 452 قضية تموينية بمضبوطات بلغت 114 طن. وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 20 طن. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط قرابة 104 أطنان. أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 732 قضية من بينها 186 قضية خبز ناقص الوزن و162 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 15 طن أقماح محلية. استقبل وزير الخارجية سامح شكري وزير التنمية الدولية الكندي هارجيت ساجان للتباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وكذا الموضوعات محل الاهتمام المشترك وبالأخص الأمن الغذائي وتغير المناخ. وخلال اللقاء أكد شكري على التطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الأعوام الماضية، والذي ينعكس في الحرص المتبادل على التشاور حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما استعرض شكري أبرز مستجدات الترتيبات المتعلقة باستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، مع التأكيد على الرؤية المصرية لرئاستها للدورة 27 لمؤتمر الأطراف، بما في ذلك أهمية التحول من الوعود إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على الأرض والبناء على الزخم المتحقق في مؤتمر غلاسكو العام الماضي. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتولي عملية ترميم وإصلاح كنيسة أبي سيفين التي تعرضت لحريق كبير اليوم، راح ضحيته 41 شخصا وأصيب 14 آخرون. وتلقى البابا توادروس الثاني اتصالا هاتفيا من رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب هشام السويفي، قدم خلاله التعزية لقداسة البابا في ضحايا الحادث، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهاته للهيئة بإعادة إعمار الكنيسة المحترقة. ذكرت وزارة الدفاع التايوانية أن 11 طائرة عسكرية صينية عبرت الخط المتوسط في تايوان أو دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي اليوم. وكانت الدفاع التايوانية قد رصدت أمس عبور 13 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية للخط الفاصل في مضيق تايوان، في الوقت الذي تواصل فيه بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة التي تعتبرها جزءا من أراضيها. وصل وفد من الكونغرس الأمريكي إلى تايوان في إطار زيارة تستغرق يومين للاجتماع مع كبار المسؤولين في تايوان. وأوضح بيان للسفارة الأمريكية في تايوان أن الاجتماع يأتي في إطار جولة أوسع لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، مضيفة أن المسؤولين سيناقشون قضايا من بينها العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان وسلاسل التوريد العالمية. قال رئيس بلدية زابوريجيا إن خطر المحطة النووية يزداد كل يوم وسط اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف بقصف المحطة النووية الأوكرانية الأكبر في أوروبا. في تلك الأثناء اتهمت الخارجية الروسية الغرب بتعطيل دخول مفتشي الطاقة الدولية إلى محطة زابوريجيا. من جانبه حذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الجنود الروس الذين يطلقون النار على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا أو يستخدمونها كقاعدة لإطلاق النار من أنهم سيصبحون أهدافا خاصة لقوة بلاده.
أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية حرفت أقواله حول زيارة مدير وكالة الطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية. وقال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا إن الصحيفة نسبت له بيانا حول عدم إمكانية زيارة المدير العام للوكالة رافائيل جروسي إلى المحطة، مشيرا إلى أنه قال إن زيارة جروسي من المحتمل أن تجرى في نهاية أغسطس الحالي أو بداية سبتمبر المقبل. فيما جاء مقال الصحيفة البريطانية تحت عنوان روسيا ترفض الدعوات للسماح بالوصول إلى محطة الطاقة النووية الأوكرانية. أعلنت قيادة العمليات الجنوبية في أوكرانيا أن قوات الجيش تواصل التصدي للهجمات التي تشنها القوات الروسية في المنطقة، ونجحت في تدمير 5 وحدات من المعدات الروسية إضافة إلى مستودعين للذخيرة. وأوضحت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية أن الروس قصفوا الحدود الإدارية لمنطقة خيرسون مستخدمين مدفعية، وأصابت القذائف أراضي زراعية ولم يسجل وقوع إصابات. وأضافت أن طيران الجيش الأوكراني نفذ غارتين على معاقل القوات الروسية في منطقة باشا تاكا، بينما قضت وحدات الصواريخ والمدفعية على 15 من الجنود الروس. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القصف الأوكراني المتواصل والمنتظم على محطة كاخوفسكايا الكهرومائية تسبب بإيقاف عمل 3 توربينات بالمحطة من أصل 6 توربينات. وأوضحت الدفاع الروسي أن القوات الأوكرانية تقصفت المحطة براجمات صواريخ أمريكية هيمرس، مما تسبب في جعل المحطة تعمل في وضع ما قبل الطوارئ. وأشارت الدفاع الروسي إلى أن الاضطرابات في أنظمة توليد الطاقة وتصريف المياه قد تؤدي إلى تعطيل تشغيل نظام الطاقة المترابط وتؤثر سلبا على تبريد مفاعلات محطة زابوريجيا النووية. ومشاهدينا الكرام، من أمام كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالوراق معنا رامي محمد مراسل التلفزيون المصري. أهلا بك معنا رامي، الأجواء لديك بالتفصيل من فضلك. أهلا بك وبكل متابعينا من أمام كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمنطقة الوراق، حيث الترتيبات والتجهيزات الأمنية هنا لاستقبال الجثامين القادمة من مستشفيات الإمبابة العام والعجوزة. هذه الجثامين التي وقعت ضحايا اليوم في حادث حريق كنيسة مرقريوس أبي سيفين بمنطقة المنيرة بقسم المنيرة ومنطقة مطار إمبابة. هذا الحادث الذي يعني أدى إلى سقوط العديد من الضحايا وأيضا من وفيات ومصابين، تم التوجه إلى مستشفيات إمبابة العام والعجوزة. ويمكن كما ذكرت وزارة الصحة في عدد من البيانات أن أعداد الضحايا من هذا الحادث 55 ضاحية ما بين إصابات وحالات وفاة. ونحن الآن نقف وسط هذه التجهيزات الأمنية لاستقبال الجثامين للصلاة عليهم هنا بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمنطقة الوراق، وأيضا هناك عدد من الكنائس الأخرى بهذه المنطقة. منطقة الوراق كنيسة السيدة العذراء تستقبل أيضا عدد من جثامين الوفيات القادمة من مستشفيات إمبابة العام والعجوزة. أيضا كنا في متابعة منذ الصباح بمنطقة كنيسة مرقريوس أبي سيفين التي وقع بها هذا الحادث الحريق، وأيضا رأينا تواجد كثيف لرجال الأمن وأيضا قوات الحماية المدنية التي سيطرت على الموقع، وأدى أيضا هذا الحادث إلى إصابة ضابطين وأيضا 3 من المجندين التابعين لقوات الحماية المدنية. أيضا نحن نتحدث عن دفع وزارة الصحة بأكثر من 30 سيارة
إسعاف لأيضا الوجود في هذا الموقع وأيضا إنقاذ المصابين. تحدثنا أيضا عن قيام محافظة القاهرة والجيزة برفع استعدادات القصوى الخاصة بمستشفيات الجيزة والقاهرة تحديدا إمباب العام وأيضا العجوزة لاستقبال المصابين والضحايا من هذا الحادث. ومن خلال حديثي اليوم مع عدد من شهود العيان وأيضا الجيران والسكان المحيطين بمنطقة الكنيسة تحدثوا أن هذه الحادثة والحريق وقع في الصباح ما بين 8:30 والتاسعة بحسب أقوالهم، وأنهم على الفور تحركوا إلى وجود هذه الكنيسة لإنقاذ الضحايا. وأيضا تحدثوا عن الماس الكهربائي الذي وقع نتيجة انقطاع متكرر للتيار الكهربائي بهذه المنطقة ثم العودة مرة أخرى، وهناك مولد أيضا بالكنيسة أدى ذلك مع عودة التيار الكهربائي إلى وجود حالة أضافر للتعامل مع هذا الحادث. من الوراق رامي محمد مراسل التلفزيون المصري. مرحبا بكم مجددا. أكد رئيس مجلس السيادة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان السعي لصيغة وطنية سودانية لا تقصي أحد وصولا إلى الانتخابات. وأضاف البرهان في كلمة بمناسبة عيد الجيش أن الشعب السوداني طال انتظاره للحلول الناجحة للأزمات داعيا جميع الأطراف إلى الجلوس على طاولة واحدة، مؤكدا أن الجيش السوداني سيظل وفيا لشعبه منحازا لخياراته الوطنية. الوطن في حمانا وشعبنا حاد المسير، لنؤكد لشعبنا أن قواته المسلحة ستظل وفية له، تسير في ركابه وتنحاز إلى خياراته الوطنية، وتستجيب إلى تطلعاته المشروعة في نظام حكم ديمقراطي تحت ظل حكومة مدنية منتخبة يجمع عليها أهل السودان. أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق عدم امتلاكه صلاحية حل مجلس النواب، ودعا المجلس كافة الجهات إلى عدم الزج بالقضاء في الخصومات والمنافسات السياسية. هذا ويشهد العراق تظاهرات مستمرة تدعو لها القوى السياسية المختلفة في أعقاب خلافات بين القوى الحزبية في البرلمان، ودعت قوى وشخصيات سياسية لحل البرلمان كسبيل للخروج من الأزمة السياسية الراهنة. انتقدت وزارة الخارجية الكورية الشمالية تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بشأن دعمه لنزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية بالكامل. ووصفت خارجية كوريا الشمالية تصريحات بأنها تفتقر إلى الحياد والإنصاف. جاء هذا في بيان من وزارة الخارجية نشرته وكالة الأنباء الروسية في كوريا الشمالية ردا على تصريحات أمين عام الأمم المتحدة خلال لقائه برئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول. احتفلت باكستان بمرور 75 عاما على استقلالهم بمراسم رسمية في جميع المدن الكبرى. هذا وقد حصلت باكستان على استقلالها وأعلنت دولة ذات سيادة بعد انتهاء الحكم البريطاني عام 1947. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية حالة الطوارئ البرتقالية في 9 أقاليم بسبب العواصف في معظم أنحاء البلاد. من جهة أخرى قالت هيئة الأرصاد إن درجات الحرارة ستتراوح بين 17 و21 درجة في الغرب في غربي البلاد، وبين 20 و24 درجة في الجنوب الشرقي، وبين 12 درجة و18 درجة في الشمال الشرقي. وأضافت الهيئة أن درجات الحرارة لن تتجاوز الحد الأقصى الذي يتراوح بين 21 و28 درجة.
وجه رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان ديوك سو باستجابة وقائية لتقليل الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة، حيث حذر مسؤول الأرصاد الجوية من هطول مزيد من الأمطار في الأيام المقبلة. وأصدر سو تعليماته للسلطات المعنية بالتعبئة الكاملة للمعدات والقوى العاملة من أجل التعافي السريع للمناطق التي ضربتها الأمطار الغزيرة. هذا وضربت أمطار هي الأكثر شدة خلال 80 عاما العاصمة سول والمناطق المحيطة بها الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مصرع 14 شخصا وفقدان 4 أشخاص. شهد وزير الخارجية سامح شكري ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر افتتاح الدورة التدريبية المتخصصة للإعلاميين من دولة السودان الشقيق، ويأتي ذلك في إطار البرنامج التدريبي الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع وزارة الخارجية لمجموعة من الإعلاميين من الدول الإفريقية الشقيقة. وتشتمل الدورة على عقد ورش عمل لمناقشة أهم الموضوعات الإعلامية والسياسية المطروحة على الساحة، منها السوشيال ميديا وتأثيرها على الإعلام والإعلام الجديد ما له وما عليه، فضلا عن كيفية مكافحة الأخبار المغلوطة في الميديا وصياغة رؤية صحفية وإعلامية مشتركة بين القاهرة والخرطوم والسياسة الخارجية المصرية تجاه دول حوض النيل وأثر الثورات والحروب على حياة الشعوب. في الحقيقة بعتز بالفرصة للمشاركة في هذه الفاعلية لافتتاح الدورة التدريبية للأشقاء الإعلاميين من الدول الأفريقية. الإعلام بصفة عامة وخاصة في دولنا الأفريقية عليه مسؤولية كبيرة في ترسيخ الوعي بالأولويات التي تهم الشعوب الأفريقية وتطلع لتحقيق الاستقرار وتحقيق التنمية والازدهار. وبالتأكيد إنه المؤسسة الإعلامية المصرية بما لديها من خبرات واسعة ومكانة مرموقة لشخصيات لها ريادة فكرية وثقافية تستطيع أن تثري من خلال التفاعل والتواصل مع الزملاء والأشقاء من الدول الأفريقية لتعظيم العمل المشترك فيما بيننا وبين أشقائنا الأفارقة لتحقيق المصالح المشتركة. بنرحب بمعالي وزير الخارجية في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ليشرفنا في إطلاق أكبر برنامج تدريبي لتدريب الإعلاميين الأفارقة، وهيستمر لمدى عام كامل. ده انطلاقا من ثوابت السياسة المصرية اللي بتهتم بإفريقيا باعتبارها العمق الاستراتيجي لمصر، والعلاقات الطيبة اللي بتربط ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ومعظم وزعماء القارة الإفريقية. الدورة هتستمر لمدة شهر وهتتناول موضوعات كثيرة جدا بتهم الشأن الإفريقي، ودي هتبقى بداية حقيقية بيشرفها معالي الوزير. أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج على هامش مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في نسخته الثالثة بدء زيارات الكيانات المصرية بالخارج بالعاصمة الإدارية الجديدة وزيارة مدينة العاشر من رمضان غدا، وذلك لإحياء روح الانتماء الوطني لدى المصريين بالخارج. المزيد في سياق التقرير التالي. زيارات وجولات ميدانية تهدف لإلقاء الضوء على آخر التطورات التنموية على أرض الواقع ولإحياء روح الانتماء الوطني للمصريين والكيانات المصرية في الخارج، تأتي على هامش مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في نسخته الثالثة. بصراحة أنا أول مرة أجي هنا وأدخل العاصمة الإدارية، وأول ما جينا الكاتدرائية المسيح عليه السلام، حاجة بجد جبارة يعني مقارنة بالكنائس والأماكن العبادة اللي بنشوفها دوليا، حاجة فعلا يعني احنا بقينا زينا زي الدول الأوروبية وأكتر كمان وفي وقت قصير جدا. حسست ان في جدية فعلا في المشروع او في العاصمة او في المدينة بشكل عام، ان فعلا يعني خلال سنوات قليلة هتكون يعني مدينة يعني متكاملة بكل الأركان. الجمهورية الجديدة بتتبنى من جديد، وعلى مدار سنة، مش أقول بقى طبعا اللي حاصل في خلال السنة ديت، احنا وقت على أرض الواقع في العاصمة الإدارية مبنى المال والمبنى البنوك المباني كلها، الفندق الماسة، المسجد، الكنيسة،
كل الاسس اللي في اطار الاطار والتوجه بتاع القياده السياسيه احنا شايفينها فعلا على ارض الواقع. الزيارات شملت العاصمه الاداريه الجديده وابرز المعالم هناك من كاتدرائيه المسيح ومسجد الفتاح العليم، وتستمر الزياره لمدينه العاشر من رمضان في يوم اخر وسط اراء وافكار ومقترحات متنوعه للزائرين. يعني في مصر جديدة، مصر متقدمة، مصر متحضرة، مصر في كام سنة بسيطة ما شاء الله كأنها مرت آلاف. النهاردة دي أول مشاركة ليا في المؤتمر، رغم أنه المؤتمر الثالث، وأنا مش عايز أقول لحضرتك أنا سعيد جدا أن أنا موجود النهاردة في المكان الجميل ده، وحاجة كويسة أو أنك تخش المكان وتحس بالحاجات اللي موجودة فيه غير أنك تشوفه في التلفزيون. أولاً أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، أنا أول مرة أجي العاصمة الإدارية، بصراحة انبهرت بالحاجات اللي حصلت قبل كده. يعني كان زمايلي بيجوا من أوكرانيا من سنتين، حتى هم كانوا معانا النهاردة بيقولوا لي إحنا من سنتين ما شفناش كل الحاجات دي انعملت بسرعة كبيرة جداً، المباني والإنشاءات الرائعة ديت. ويعد المؤتمر في نسخته الثالثة الذي يأتي تحت شعار المشروعات القومية وفرص الاستثمار في مصر، فرصة لاستعراض سبل التعاون بين الكيانات المصرية بالخارج ووطنهم الأم، بالإضافة لتلبية احتياجات المصريين بالخارج في كل المجالات اقتصاديا وثقافيا وخدميا. مجهودات مستمرة من أجل فتح الأبواب الجديدة وتوسيع الآفاق، من أجل توحيد الأهداف الحكومية والدبلوماسية الشعبية، من أجل التعريف بالتنمية التي تجري على أرض الوطن والترويج للدولة المصرية في الخارج. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. إلى ميرفت المليجي نتحول إليك. ميرفت أهلا بك. شكرا سحر، شكرا نهى، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد. عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة العمل رقم 22 ضمن سلسلة جلسات حوار الخبراء، وذلك لمناقشة مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة بقطاع التأمين والوساطة المالية. وكانت الحكومة قد أطلقت حوارا مجتمعيا منتصف يونيو الماضي يهدف للاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص. نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالمعسكر الصيفي بمنطقة أبو قير بالأسكندرية حملة ابدأ مستقبلك التابعة لمشروع رواد 2030، وذلك في الفترة من 14 وحتى 18 من أغسطس. المعسكر ضم الطلبة الموهوبين على مستوى المحافظات، حيث تم إقامة ندوات تعريفية للحضور بطريقة عرض مشروعاتهم وكيفية تقديمها، كما تم مناقشة اختراعاتهم. انا جينا هنا القريه الشبابيه في اسكندريه عشان وزاره التنميه والتخطيط اختارونا. انا عامل ابلكيشن بيتكلم عن المعالم السياحيه في مصر باربع لغات، هو نزل دلوقتي على جوجل بلاي، ممكن اي حد ينزله. الابلكيشن فيه 29 معلم، فيه صور، فيه جي اي اف، فيه مكان على خريطه جوجل مابس ممكن تختاره. احنا هنا بنبدا حمله ابدا مستقبلك، بنبدا ان احنا بنتعلم ازاي نعمل نقول الكلام صح، وازاي نعرض يكون عندنا ثقه في النفس، وفي نفس الوقت بيكون في مسابقات وحاجه بتزود ثقه في النفس والتين، وبيكون في عليها تقييمات، وفي آخر اليوم هيكون في تقييم، واللي هيتصفى منه هيكون ليه شهادات معتمده وتصعيد. انا المشروع بتاعي عباره عن اني بعمل اشكال بالصلصال الحراري، وبرده برسم على مخلفات المصانع بتاعه الخشب، باخد الخشب بتاعهم المتقطع على شكل مربعات او اشكال صغيره وبرسم عليه، بعيد تدويره عشان نوفر مخلفات المصانع. المشروع بتاعي عباره عن روبوت، الروبوت ده برمجه روبوتات. المشروع بتاعي الروبوت بيقدر يمشي ويقدر يتكلم، تمام، بقدر برمجه ان هو يمشي ويروح حتت ويجيب حاجات ويرجع، تمام. وعامل مشاريع جنبه برضو صغيره، لسه بفكر في مشروع عربيه بتقدر تستشعر المعادن، تمام، تحتيها، وتقدر تحفر وتقدر تجيبها من عمق مترين. نتحول إلى البورصة المصرية، حيث أنهت مؤشراتها تعاملات جلسة اليوم من بداية جلسات الأسبوع على تباين، حيث اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء، في حين مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع. وأغلق رأس المال السوقية عند مستوى 673 مليار ونصف المليار جنيه، وسط تداولات كلية بلغت نحو 5 مليارات و800 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات
فقد تراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 4% ليغلق عند مستوى 9984 نقطة. أما مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 فقد أغلق على ارتفاع بنسبة 3.43% ليغلق عند مستوى 2129 نقطة. وارتفع أيضا مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 3056 نقطة. نتحول إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصرية. ليسجل الدولار الأمريكي 19 جنيها و9 قروش للشراء و19 جنيها و17 قرشا للبيع. اليورو 19 جنيها و59 قرشا للشراء و19 جنيها و68 قرشا للبيع. الجنيه الاسترليني سجل اليوم 23 جنيها و16 قرشا للشراء و23 جنيها و27 قرشا للبيع. وأمام العملات العربية سجل الدرهم الإماراتي 5 جنيهات و19 قرشا للشراء و5 جنيهات و22 قرشا للبيع. وسجل الريال السعودي 5 جنيهات و8 قروش للشراء و5 جنيهات و10 قروش للبيع. في الأردن ارتفع رصيد الدين العام المستحق خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 1.2% إلى 29 مليار و70 مليون دينار أو ما يعادل 41 مليار دولار. بهذا تصل نسبة الدين العام الأردنية إلى 88.6% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. نهاية أخبار الاقتصاد وعودة لسحر والنهى إليكم. شكرا جزيلا لك ميرفت. مشاهدينا ننتقل الآن لمتابعة الاستعدادات الخاصة لإقامة صلاة الجنازة على ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين. Thank you.
إلى هنا انتهت نشرة أخبار السادسة، وتبقى التذكير بالعناوين. الرئيس السيسي يعزي البابا توادروس في ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين ويؤكد تقديم الدعم اللازم لاحتواء آثار هذا الحادث الأليم. الرئيس السيسي يشهد أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية ويشدد على بذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن. رئيس بلدية زابوريجيا الأوكرانية يقول إن خطر المحطة النووية يزداد كل يوم. إذن مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا. شكرا لكم وإلى اللقاء.